ان الهدهد يوم دخل ما راح الى طبيعته، طير المفروض يدور المويه، يدور الخضار، يدور الاشجار، لانه هدهد. مع ان سبق قال الله ايش جنتان عن يمين وشمال فيها جنان، لكن يوم دخل اللي لفت نظر الهدهد مو بالجنان ولا الاشجار ولا المياه، شاف امراه تملكهم ولها عرش عظيم. لكن اللي قتل الهدهد امر خطير، انها تسجد للشمس من دون الله. هذا الموضوع ما يدخل في راس الهدهد، موحد الهدهد. الهدهد ما فكر في موية ولا في خضار ولا في شجر ولا في زرع. الهدهد يوم دخل شاف امرأة لها عرش عظيم، ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ألا يسجدوا لله؟ وبالمناسبة هذا موضوع سجدة، الآية دي سجدة. إذا جينا عندها بسنة من نسجد حتى يتبين عظمة الله، لأن عظمة هؤلاء بشر عندهم عروش، لكن لما تأتي عند عرش الله انتهى الموضوع. فالهدهد لما تفقد سليمان موفي شوي جاء الهدهد، بس الهدهد هذا بطل وعنده إيجابية. بعض الناس في القرية يقولون في ناس يكسرونها، ما يحترمون قيمة القرية، من الضيوف طبعا اللي يجيكم برا، أو يجي أحد أحيانا الذي لا تملكه قد لا ترى أنه يعنيك. أما أنا لا، الهدهد يقول يعنيني ملك سليمان، أنا ماني بنبي ولست ملك، أنا جندي من جنود سليمان، لكني أغار على دين سليمان. لما اقترب الله سبحانه وتعالى، لما قرب قال الله تبارك وتعالى فمكث غير إيش؟ غير بعيد، قريب، أنا شجاع ما أخاف، أنا عندي حق، يعني قريب من سليمان. فمكث غير بعيد، أنا جالس أتخيل وهو جاء، يا ويلك من سليمان، والله أنه يتحلف فيك، وجانا تهديد الله وأرسل لك إنذار، أكيد لأنه ملك. ثم اقترب منه فمكث غير بعيد، شاف سليمان قال أحط، واحد يكلم ملك، تخيل وهو طير، أحط أنا يا الهدهد بما لم تحط به، عندي معلومات ميب عندك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، عندي إشاعات، إشاعات قالوا وكانت يقولون ذي ما ذبحنا لي، خربت بيوت وهدمت أسر ووطخت سمع وسقط أشخاص واتهمت أشراف بسبب قالوا وكذب ونقل، إن جاءكم فاسق بنبأ إيش؟ فتبين، وفي قراءة فتثبتوا. مو بكل من هب ودب، حنا المشكلة اليوم حتى في تويتر تدخل تقرأ معلومة تصدقها وتنقلها وتحلف بالله أنها حقيقة. قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، طبعا جالس يتكلم الآن، والشاف إني وجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ يقول أهل الهدهد فطرة، يقول ليش ما يسجدوا لله؟ الله الذي يستحق السجود وحده، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، كل شيء يسجد لله. الشمس، السماء سجدت لله، اعتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فكيف لا يسجدون هؤلاء المساكين؟ هذول عبيد، عبيد يسجدون للعبيد، يسجدون للجمادات، أي عقول عند هؤلاء؟ ولذلك كان الصحابة لما جاءهم الإسلام وجدوا أن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالها إبراهيم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أحد يعبد له صنم؟ كيف تعبد لك صنم أو تعبد شمس لغير الله سبحانه وتعالى؟ فلما جاء ألا يسجد الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون أو ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سليمان سمع الكلام بحماس، ما قال ذا شاب المجنون، ولا قال أيضا نكذبه، قال سننظر نتأكد أنه ما احنا مجانين، أي كلمة تجينا نطير فيها، قال سننظر اصبر، أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ يا ويك وسيم الكذابين، احنا بنرسل ان شاء الله، اذهب بكتابي هذا رسالة، بسم الله الرحمن الرحيم، انه من سليمان وانه ايش، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النمل فيها مرتين البسملة، في اولها وفي نصف السورة، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، خذ الكتاب وقال له ألقه، اذا وصلت شوف الادب، لما تروح الناس بعض الناس مغثة يطق الباب ويرقد عند الباب ويقعد، الأدب أنك إذا طقيت الباب لا تصير في وجه الباب،
لأن إذا فتح الباب قد يكون فيه امرأة، يكون فيه معاور البيت، وأيضا أحيانا أسرار البيت، خصوصية البيت. يا أخي تعال على يمين البيت أو على يسار الباب، والطرق كم تستأذن؟ كم؟ ثلاث. إن لم يؤذن لك ارجع يا أخي، الله قال فارجعوا، إن لم يؤذن لكم فارجعوا. دقيت على واحد مرة ما رد، تركت الموضوع 100 مرة، دق 100 اتصال، اتصل ضروري ضروري، في الأخير يقول لك كم فازوا؟ وليه هذا الأسلوب؟ ليس أسلوب الأنبياء. الأنبياء كان عندهم أدب، قال شف ألقه إليهم ثم تولى عنهم، أعطاه فرصة تفكر وتقرأ، بعد ما تشوفها فانظر ماذا يرجعون. إذا ألقيت إليهم يقولون جاء الهدهد يطير طبعا، وكانت بلقيس في قصرها فرمى الكتاب، فوقع الكتاب في يدي بلقيس، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. تعرف هي تفحص الرجال بعض الحريم، الله أن يهنيهم، عن 100 رجال. إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أعطاها عاد الزبدة، ما في كثرة كلام، وش قال لها؟ قال إن قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، بس لا تتكبرين وأسلمي أحسن لك. قالت يا أيها الملأ، هذه عاقلة بعد تستشير، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله. قالت بعدها يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.